يا بابا نويل. انا جيت ايه بقى؟ فيديو تنظيف البيت وفيديوهات تنظيف البيت اه والخلطة السحرية للقضاء على الحشرة المؤذية ايوه والحاجات دي كلها اللي انت ما بتحب كنتيش بتحبيها، اه دلوقتي ما شاء الله عليكي مولعة الدنيا فيديوهات تنظيف. ايوه ايه اللي غير رأيك في الموضوع؟ لا انا مش ما كنتش بحبها. انا زمان وانا صغيره كنت شخصيه كسوله جدا، او مش كسوله، كنت اعتماديه على ماما قوي. ماما بتعمل كل حاجه فانا مش في دماغي. فلما اتحطيت في موقف ان لازم انا اللي اعمل، لا بقيت بعمل قوي بقى، فاهم؟ زياده بقى، حبيت الموضوع اوفر يعني. فبقيت احب قوي فيديوهات النظافه، وبقيت احس ان هي فكره ان انا هصور اللي هعمله ده بتخليني اتحمس اني اعمل احسن، وفكره ان في حد هيشوفه هيتحمس معايا بقت تشجعني ان انا اعمل اكتر. فبقيت احبها قوي بصراحه. بقيت احس كمان انها ليها فايده كبيره قوي عند الناس. كلمه بس على فكره انا شفت الفيديو بتاعك قمت نظفت كذا، دي عندي بالدنيا والله. لان فعلا التنظيف تقيل يعني، مش هنكذب، جهد كبير ورخم. فكده ناخد بحس بعض كده ونشجع بعض، ده بيبسطني طبعا. فبحب قوي فيديوهات النظافه انا.